الله يحييكم الباقيات الصالحات. نحن ميزان، لا ميزان حق ميزان الشرع، ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. قضية بوليزاريو ما النقاع، ما في الباقيات الصالحات طرح حاكم طرح سياسي، ولا يتكلم عن استراتيجيات ولا التأثير على موريتان وغيرها. الميزان الشرعي يقول عن خارج شعب جارنا مسلم مظلوم طاح عليه دولة أخرى مملكة زره وقاهرته وظالمته وقال عترابه وانتهك أعراضه ومشرته، هذا هو الواقع. لأنه الواقع شرعا حرام فيه الوقوف مع الظالم ويدفع معه لا المظلوم ويسوى منه، المظلوم يسوى كافر يستحق علينا النعرية لحد ما تفهمه. وانا قاعد خطين الشرع في روايته قطعا عن حرام شرعا عن حد يدعم المغرب واحتلاله للصحراء الغربيه، وحرام شرعا عن حد ينعر على المغرب ضد الشعب الصحراوي، وحرام شرعا عن حد يساعد المغرب بشيء وشنه ليضر به الشعب الصحراوي. وهذه الفتوى مسؤول عنها ونقدر افصلها كيف تعرف الحمد لله بالكتاب والسنه، ولعل الفكاهة يوزع وتعود الناس ما هي عارف يتكلم منهم. يتكلم عبد الله والمختار والمنى مرقب المصلي على الشفيع عليه الصلاة والسلام، وحد عنده استشكال إلا يتواصل معي دارهم بيجل له في الحكم الشرعي. أما قاعد أبعاد الأخرى اللي مهمة جدا اللي يوسف رأي العام موريتاني ما يعرف ضحية فيها الدعاية المغربية، أنا بتشرحت له يوسف وبينته المغرب نحن موريتان عدونا وعدوا سجادتنا ولا عنده شيء يعطيهن، عدوا عارفين عن المغرب انه افقر من الشعب الصحراوي وافقر من موريتان، ولا يغركم الشور اللي بان الاستعمار في 200 سنه الماضيه. الشعب المغربي شعب طيب متمنى بالخير غير مظلوم ذاته، ما عنده شيء ياكل ولا عنده الدواء ولا عنده شيء يصرفه، والاغلبيه فيه مطحونه وسحق، هذه حقيقه. حد باحث ويعرف حقيقه المغرب يعرف، الله المستعان وعليه التكلان.